اعتبارا من يوم غد الأحد العاشر من مارس يبدأ سريان القرار الوزاري الخاص بإلغاء ملصق الإقامة بجواز سفر الأجانب والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية. وكان المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد عبد القادر الشعبان قد كشف في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي البدء بتنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم غد، مشيرا إلى أنه لن يتم السماح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول الكويت والخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية المفعول. وأشار إلى أنه يستثنى من شرط تقدم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية بجوازات سفرهم الممنوحة لهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة للدخول إلى البلاد، وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو إشعارات مغادرة بموجب ملصق الإقامة يتم السماح لهم بمغادرة البلاد فقط وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن. اعتبارا من 10/3 من 10/3 اتخاذ الإجراءات التالية: إلغاء العمل بملصق الإقامة العادية والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية التي تصدرها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بحيث تعتبر تلك البطاقة بمثابة إثبات إقامة الأجنبي بدولة الكويت. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف العميد عبد القادر الشعبان المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية. مساء الخير عميد عبد القادر، بداية يعني نريد إذا تكرمت يعني شرحا إضافيا لهذا القرار وعلى من يطبق باعتقادك. نعم، أشكركم على المداخلة التلفونية للتوضيح للمقيمين والمواطنين آلية العمل في هذا القرار، اللي نقدر نقول القرار القرار اللي راح يسوي مفصل بين بالخدمات الإلكترونية في وزارة الداخلية. بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8766 والمتضمن تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير خدماتها إلكترونيا، وعليه اشتغلنا على المشروع يعني بجهد من تعليمات سيدي معالي وزير الداخلية وسيدي سعادة الفريق وكيل وزارة الإعلام وسيدي سعادة اللواء طلال معرفي الوكيل المساعد لشؤون الإقامة. ومن هذا المنطلق تثبت بيانات الإقامة العادية اللي كانت بالسابق كانت ملصق بالبطاقة المدنية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية. أما الإقامات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز سفر أو الوثيقة التي تقوم مقام الجواز، على أن يتم تنفيذ هذا القرار اعتبارا من 10/3/2019 إن شاء الله. الغاية من صدور هذا القرار هو سعي وزارة الداخلية والقيادة السياسية إلى تطوير الخدمات المقدمة منها بما يتناسب. عميد عبد القادر، يعني بجانب هذه الخدمات التي تفضلت بشرحها قبل قليل، يعني ماذا عن الإجراءات التسهيلية الجديدة لتجديد الإقامة إلكترونيا؟ هل من الممكن أن توضح للسادة المشاهدين؟ صحيح، هذا القرار ينعكس إيجابيا على الوافدين والمقيمين، ومثل ما تعرفون انتوا ان مشروع الغاء الملصق يساهم في تحقيق خدمه تجديد الاقامه عبر الاونلاين حاليا للعماله المنزليه وباللاحق الى الماده 18. ولا يخفى عليكم ادارات الهجره طبعا فيها ازدحام كبير بالنسبه حق العماله، فهذا راح طبعا يخفف من العبء على المواطن او المقيم لمراجعه ادارات الهجر المختلفه، ادارات شؤون الاقامه المختلفه. نعم. وتشهد في كثير من الاحيان ازدحام في اعداد المراجعين. نعم. الذين يطلبون التدقيق على معاملاتهم من طرف موظفي الاداره، ويتطلب ايضا الكثير من الوقت، وما ينتج عنهم ملاحظه طوابير المراجعين في بعض الادارات،
ومن ثم فإن اعتماد البطاقة المدنية عوضا عن ملصق الإقامة وتجديد الإقامة أونلاين راح يساهم بشكل كبير في تخفيف الزحام والضغط على الموظفين. نعم. والمقيمين والمواطنين. نعم. كل شكر وتقدير للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية العميد عبد القادر الشعبان، شكرا لك.